الله يعطيكم العافية، رجعنا لكم بما لا تعرف عن كندا نمبر 2. كندا تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا، وهي تقع على 9.9 مليون سكوير كيلومتر. طبعا بحد كندا من جنوب أمريكا، من الشرق والغرب والشمال، 3 محيطات اللي هي الباسيفيك والاركتيكت والاتلانتكس اوشن. عشان هيك الموتو في كندا هو from sea to sea to sea. هيك راح تفهموا ليش الموتو تبع كندا from sea to sea to sea. طبعا هذه البحار بتعمل كندا أكبر دولة في العالم لديها شواطئ. طبعا مش كلها مستغلة، لأنه في الشمال ثلج، اللي هي بتسوي 243 ألف تقريبا كيلومتر بالطول. وبتتكون كندا من 10 مقاطعات وثلاثة تيروتوريز أو أماكن بيعيشوا فيها الناس. هذه المقاطعات اللي هي ألبرتا، أو خلينا نبدأ من بريتش كولومبيا. بريتش كولومبيا وفيكتوريا هي العاصمة تبعتها. ألبرتا وعاصمتها أدمنتون، مانيتوبا وعاصمتها وينيبيغ، أنتاريو عاصمتها تورونتو، بعدين نيو برونزويك عاصمتها فريدريكتون، نيوفونلاند عاصمتها لابرادور، نيوفونلاند اند لابرادور سوري، عاصمتها سان جونز، نوفا سكوشا عاصمتها هاليفاكس، برنس ادوارد ايلاند شارلتون، وكيبيك عاصمتها طبعا كيبيك سيتي. التيريتوريز اللي هم ثلاثة، سوري ساسكاتشوان، نسينا ساسكاتشوان اللي عاصمتها ريجاينا. التيريتوريز اللي هم ثلاثة، اللي هو نورث ويست تيريتوريز اللي عاصمتها يلو نايفز، نينيفيت عاصمتها ايكلويت، اند يوكون عاصمتها وايت هورس. طبعا عاصمة كندا الفيدرالية لكل هدول اللي هي اوتوا اللي احنا عايشين فيها. فناس كثير بتخلط بين مونتريال، بفكروها العاصمة، هي مدينة كبيرة، هي ثاني أكبر مدينة في كندا بعد تورونتو، وليست عاصمة. تورونتو هي عاصمة أنتاريو وليست عاصمة كندا، لكن كندا عاصمتها أوتوا. إن شاء الله تستمتعوا، ونراكم في الحلقة الجاية.